قضيت مشهور شفتهم حبة قضيت مشهور عينيهم تضوي قدامهم Shoot!
أخبار أمس عاشوا الضار وماتوا الضار عاشوا الضار وماتوا الضار صفرات لو مر النهار بتكحل غبار أمس تركوا الخير الحق ووفاء للمواقف العادلة ودليل
على الأصالة التاريخية المتجذرة في نفوس أبناء هذه الطائفة الكريمة على تعاقب العصور والدهور. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to introduce to you the Ambassador of Lebanon, Mr. Latif Abu Hassan. ولها كما قال ميخائيل المعيني هي شرعة المحبة
محبة كل الناس وكل الكائنات. فلا عجب إذن ولا غرض أن ينهل شرب العين من ينبوع علي، يغرف منه ما شاء ويرتوي من حكمته وطهارته، ليؤسس معه علاقة فكرية وروحية تنطلق من هذه الشرعة السرمدية، شرعة محبة كل الناس وكل الكائنات. عندما يناجي شرب البعيد علي تشعر بأنك أمام معزوفة موسيقية تشابكت فيها تعاليم الأديان السماوية بتناغم عذب تنقلك من محيط الإيمان إلى محيط المحبة، ومن عالم الإنسان الأرضي إلى مجرة الإنسانية. وفوق هذا وذاك يتكشف لك فعلا بأن الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه، أنفعهم لعياله. مناجاة علي بالإضافة إلى كونه عمل أدبي رائع هو وجه مشرف في حياة شرب البعيد. استحوذ على المزيد من إعجابنا وتقديرنا، إذ أنه تطرق إلى موضوع يلامس حياتنا الواقعية ويعكس أبهى ما في العلاقات الاجتماعية بين مختلف المذاهب والطوائف من مزايا إنسانية وروحية. وهو بعمله هذا يعيد إلى ذاكرتنا روائع بولو السلامي وجورج شرداف وغيرهم من الذين عرفوا قدر علي وقدروا. قيمة هذا العمل هي في ذاته، ونزداد انبهارا به كونه انتج في المحجر ليكون لبريس للأدب المنتشر وقدوة في الفلاح الديني. إنه رسالة المهجر إلى الوطن، أو بالأحرى دعوة إلى نبض العصبية الطائفية والتعصب الأعمى. إنه رسالة إلى أولئك الذي يأخذون من التعصب ستارا لا بل حصنا، يخطون من ورائه سموما تخرفا. باسم الدين ثورا وباسم الوطن ثورا، والدين والوطن منهم براء. ابن لبنان البار هو من حمل راية التلاحم والتلافي والمحبة والانصهار بهذه الأقاليم تبنى الأوطان. فهنيئا لشرب البعيد بهذه الجائزة، وهنيئا للبنان الواحد الموحد وللجالية اللبنانية الواحدة الموحدة بشرب البعيد. وشكرا لكم. سعادة سفير لبنان الأستاذ نبيل أبو الحسن. والآن مع كلمة الحق، مع كلمة الداعي الصالح، يلقيها علينا ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فضيلة الشيخ كامل وفيق. طيب. من الصور الرائعة عبر التاريخ
فمن أين يرجأ أمام نقطتين تلتقيان دائما فتكون النتيجة هي الإنسانية الكبرى في الأرض. النقطة الأولى أننا أمام علي عليه السلام وما يمثل في ضمير الإنسانية جمعاء، والثانية أمام من استطاع أن يحمل قلما ويسكب من فكر أمام هذه الشخصية الكبرى. فكرت مليا وطويلا قبل شهر وأكثر منذ أن قرر الإخوة في الجمعية الإسلامية العلوية أن يكرموا الشاعر الأستاذ شرب البعيني، عندما قالوا أو أعلموني بأن هناك كلمة. فكرت مليا ما نقول في علي وبماذا نتحدث عن علي، ولكننا دوما كنا صاغرين، لأننا إن بدأنا من علي عليه السلام فهو الذي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألف باب من العلم يفتح لي في كل باب أو من كل باب ألف باب من العلم. وهكذا نحن في العصر المتأخر عن فكرهم وعن قيادتهم وعن موقعهم وعن قدراتهم وعن عظمتهم، فمن أين نبدأ وأين ننتهي؟ لكن في النهاية لا بد من كلمة، والكلمة تعبر دائما عن موقع الإنسان وما يجوز في نفسه. حتى الكلمة التي يراد أن ننطق بها وضع لها علي عليه السلام أسسها وقواعدها وانطلاقتها الأساسية. عندما وقف أيضا يقيم الإنسان بأن الإنسان وقدره ما يحسن، وعندما قال عليه السلام في كلمة في نهج البلاغة: الكلام ما لم تنطق به فهو في ملكك، وما أن نطقت به أصبحت في ملكك. وهنا التقت مناسبتنا بالنقطتين الأساسيتين التي بدأت كلمتي عنها، وهو أن أستاذنا الكريم وأن أخانا الكبير الأستاذ الشاعر شرب البعيني عندما سكب من معين فكره هذه الكلمات في حق علي، فإنما هو يعبر بهذه الكلمات عن شخصية الإنسان وعن إنسانيته العميقة. وإذا انطلقنا أمام آفاق أخرى وأمام آفاق كبرى في الوجود، لا يسعنا أيضاً إلا أن نكون صاغرين. وكيف بالذين كتبوا وقالوا وألفوا وعملوا وعلموا وهم يقولون بأنهم من الصغار أمام هذه الآلة الكبرى؟ ليس لأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قد تمثلت به أو انتمت إليه مجموعة من الناس، كلا على الإطلاق. علي عليه السلام وضع تقسيم الكلام في الوجود، فإذا كان من لغة عربية وهي لغة السماء التي أنزلت إلى الأرض كانت بلا قواعد قبل علي، ف
فعلي جاء ليقول لتلك الأمة التي عايشته وعايشها واقتادت معه بقيادته، جاء ليقول لهم سجلوا التاريخ، فإن الكلام ثلاثة أو الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف. وانطلقت قواعد اللغة عندما علمها لأبي الأسود الجؤلي، وهكذا أيضا عندما كان علي عليه السلام في كل أطار من أطر الحياة الكبرى على مستوى السياسة وعلى مستوى الاجتماع وعلى مستوى البطولة وعلى مستوى الوحدة وعلى مستوى التعايش وعلى مستوى الفكر والإيمان والإبداع، فعلي كان السباق دائما من أجل أن يرسخ في هذه الأرض نهجا أراده السماء بوحدة تتعايش البشرية فيما بينها. وهنا قصة بسيطة صغيرة تعبر بقصرها وقلة صورتها وبساطتها عن كبرياء الإنسانية في نفس علي. عندما كان قد تسلم الخلافة الإسلامية الرابعة بعد الخلفاء الثلاثة الكرام، كان يسير في الكوفة وهي عاصمة دولته، ومعه مالك الأشتر أمين سره ووزير ماليته، وإذا بعلي ينظر إلى مشهد لم يرد له أن ترتاح له النفوس، مشهد عجوز شيخ كبير هرم قد تدلى حاجبه من الكبر واشتعل رأسه شيبا، وهو يتكفف الناس وهو يستعطي الناس، فارتعدت أعصاب علي ونظر إلى مالك وقال يا مالك ما هذا؟ قال له إنه غير مسلم يا مولاي، يعني ليس على دين الإسلام، هو يدين بديانة أخرى، مسيحية، يهودية، إبراهيمية، ديانة نوح إلى آخره. علي ارتعد أكثر وقال له إني قلت لك ما هذا ولم أقل لك من هذا.